انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي، انا متعود على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين. باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه. شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما ايه نظامها؟ لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي. ايه يا حمد؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين. يا مايا قال لك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ مايا بتضحك معاك، وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى يغرك زي ما يغر انجي. لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك. انا معتبرك طحنته. يوه. لسه معاك طابع؟ معايا، بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص. هات ايه؟ يلا خد. على فكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعال افرجك على بقية الصور. ده باباكي ها؟ اه دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ اه بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. اه لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بإذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. اه مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر، وانا مش شايف في اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباكي بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي واقع؟ اه وريني كده بس يوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجب. ده الستايل. هاتي حاجبك كده ركبه بس يا
بابا؟ ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط، حضرتك انا كنت مركب لها الحلق، حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجة حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت مالكيش دخل، الندل ده هو اللي غواكي ولوش شرفي. والله ما في نقطة مية ترتشت على شرف سعادتك، أنا لسه عارفها النهاردة الصبح، يعني ما حصلش حاجة. وأنا هستنى لما يحصل. أيوة. تعال هنا. أوه. إيه اللي دخلك أوضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. اه ماما عادي طبعا عادي، ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا؟ على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا؟ بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ وانا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه كمان؟ ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عملت كده. ام ميمي ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ما تعيش انت بتقول امك ايه؟ انا هجيب لكم ظابط. عيشتي عيشتي مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي، انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت معرفتش تربي ابنك. الحقيقة يا فندم ابنك من لحظة دخوله الجامعة وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه؟ وانت شخرص انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عايزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغ ده ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه، انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنت وسط الصورات والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك، انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها، دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي ما تقولي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيكون امها مع موميمي. مين؟ موميمي. ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده، ده ابوها راجل غبي طلعت ربعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معاني؟ ضحية. بلاش كلام فارغ. انت ما جيتش ورايا ليه؟ انا ورايا. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين لولا ابوها دخل. احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا واطي يا ده وقته. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده ده بقى خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس من فضلك.
فين هو؟ داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا قاضي؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز نص ساعه وقت القبايل؟ او كمان عليكم عاملين دماغ وسخه بس اوعى تسوق فيها يا ده، انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه يا جدعان ده ظابط بجد يا قلق؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك. أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاكي قوي. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي. انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتمك باهلك، بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيلي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكاية إن أنا بنت عندها طموح وبجري على أخواتي. تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا. والله العظيم أنا ما أقدر أجيب سيرة لحد، أنا مش قد حضرتك. بص يا باشا أنا هساعدك، بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة. انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. انت في حد شو يعيف عليكوا يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت تعالي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك افتح ايدك. اعمل دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع ولا جوينت. سيبك من ده، انت ماشي بدولاب مخدرات. يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا ده. انا اللي قلقت عليك. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بات يوم في البيت. انت عارفه يا بسيوني، انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر. ماما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. طب ولع لي. حاضر. اشربي بالمي. ايه يا بسيوني واقف كده يعني وما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص
واجي لك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني، نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا وحمزه، دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني، ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ اللي حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي قشطه يا مايا. لا بسيوني، لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ايه ينفعش حد يا ستي؟ بتقول لك بكره انت حاولي. معلش الزمن عندها ضغط خالص يا عمي. يلا انت راجل، يلا ركبتي وهو من هنا هجيب من هنا. ده مش تقرير ظابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم، اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا الظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم. ماركة سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات، توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي. فتصرفت. انت جننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين، تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ انا لفف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون. إيه؟ عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع لي؟ ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. اوبا عالكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هوبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرس. ايوه علشان هنعدم. ايوه ايوه لفيت لك منه استباحه. ايه؟ ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرس. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حزومة. ده حازم. امال هيكون عمر. عمر شارب اصطباحتك الجركة ابو كرتون. يا فندم الاصطباحة اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا بطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفلة. هتفضح اللي انت بتقوله ده، لا يمكن يحصل الا على جثتي. We'll be right back.
يا فندم؟ كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو دي مهمه. تتفق. بقول لك يا جرع انت بس يوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ أيوة. لو أنت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي.